مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في هذه التغطيه المباشره عبر قناه الجزيره المباشر لهذه الاحداث المتواجده على طول الحدود الشرقيه لقطاع غزه في هذه الجمعه 41 لمسيرات العوده وكسر الحصار. طبعا هذه الجمعه التي تم عنونتها بجمعه مقاومه التطبيع، هذه الجمعه كانت رساله فيها من قبل الجمهور الفلسطيني المشارك لمسيرات العوده بانه ضد التطبيع العربي الحاصل مع الكيان الاسرائيلي، بالإضافة إلى ممارسات رفضه لممارسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لمنع محاولات كسر الحصار المفروض على قطاع غزة. في هذه الجمعة كما نلاحظ هناك أعداد كبيرة من المواطنين وصلت إلى مختلف المناطق الشرقية لقطاع غزة، في هذه المنطقة منطقة ملكة شرق مدينة غزة، بالإضافة إلى مناطق أخرى في الشمال والجنوب ووسط القطاع. هناك تجمهر فلسطيني واضح واستجابة لنداءات الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار التي أيضا تقيم بالخلف من الكاميرا يعني خيمة يتواجد فيها عدد كبير أيضا من المواطنين، بالإضافة إلى ساحة المواجهة الدائمة مع الاحتلال على طول الحدود الشرقية مع القطاع. هذه المرة كما نلاحظ في كل جمعة يعني الوسائل الشعبية التي كنا دائما نتحدث عنها من إطارات الكوشوك وغيره من الوسائل هي تحديدا قليلة أو تكاد لا تكون موجودة بسبب التكتيك المتبع من قبل الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، ويعني محاولة لتسهيل جهود الوصول إلى تهدئة نهائية باتفاق نهائي يقضي برفع الحصار المفروض عن قطاع غزة بشكل كامل، بالإضافة إلى تحقيق مطالب المتظاهرين في مختلف الساحات. حتى هذه اللحظة ما يردني من وزارة الصحة أن الإصابات وصلت إلى ست إصابات حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها عبر الهواء، بالإضافة إلى استنكار وزارة الصحة لاستهداف مسعف فلسطيني متطوع شرق خان يونس بقنبلة غاز في الرأس كما وصلنا قبل قليل. هذه الإصابة كانت شرق خان يونس كما تحدثت وزارة الصحة، وهناك بيان من وزارة الصحة يستنكر ما حصل مع هذا المسعف المتطوع. قبل قليل أيضا صدر بيان للهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار تحدثت فيه بأنها قررت إطلاق اسم جمعة صمودنا سيكسر الحصار على الجمعة القادمة، أي ما يؤكد على استمرار هذه المسيرات، بالإضافة إلى استنكار أيضا الهيئة الوطنية للاعتداء على الطواقم الطبية والمتظاهرين السلميين الذين يتواجدون على الحدود الشرقية لقطاع غزة. إذن مشاهدينا هذه الجمعة 41 مستمرة كما نلاحظ في مختلف مناطق القطاع وفي الحدود الشرقية لقطاع غزة، في رسالة واضحة من هؤلاء المتظاهرين بأنهم مستمرون في هذه المسيرات وفي هذه المظاهر الشعبية وصولا إلى تحقيق أهداف كسر الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة. ونؤكد أيضا إلى أن وزارة الصحة أكدت إصابة 6 فلسطينيين حتى هذه اللحظة بالرصاص من قبل الاحتلال الإسرائيلي، عوضا عن الإصابات بالاختناق جراء إطلاق وابل من قذائف أو قنابل الغاز على المتظاهرين. إذا مشاهدينا نترك لكم المشاهدة والمتابعة لما يحصل الآن على الحدود الشرقية لقطاع غزة في مختلف المناطق، حيث الجمعة التي تم عنونتها بجمعة مقاومة التطبيع من قبل الشعب الفلسطيني لما يحصل في الدول العربية التي تهرول للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. Thank you.
هاي تعال احمد